يعني من خلال قولك فيما انتهيت إليه، يعني فقدنا الأمل في مرجعياتنا السياسية وبقي الأمل في المرجعيات الدينية. يعني أنتم دائما تحتاجون إلى من يرعى لكم مشروعكم السياسي، هذا أولا. الشيء الثاني، ماذا تنتظرون من المرجعيات الدينية؟ أن تصدر فتاوى مثلا، أن تشترك في العملية السياسية، أن تفتي باتجاه جهات؟ ما فهمت هذه النقطة سيد بهاء؟ لا لا، ما تفهم هذه النقطة. يعني أنا أقول المرجعية الدينية المحترمة كان لها دور كبير بعد سقوط النظام في دعم النظام السياسي أو المنظومة السياسية أو الأحزاب السياسية. هذا كان واضح للكبير للصغير، للعالم للجاهل، واضح وضوح الشمس. هذه الطبقة السياسية قد خيبت ظن المرجعية ودفعت المرجعية للأسف الشديد ثمن لذلك. أنا أقول الإسلام والدين أكبر منا كبيرا، لذلك على ذات هذه المرجعية المحترمة والتي هي تحس بألم العراقيين جميعا أن تتخذ خطوات لهذه المنظومة السياسية مثلاً التي دعمتها من أجل. أما لم يكن تصحيح، إذا لم يكن تصحيح في عملها أو في نهجها، على الأقل أن تقول قولتها برفض تجديد الولاية لها، تجديد الانتخاب لها، تجديد كذا. اليوم المرجعية راعية للجميع وللكل، ولا أقصد مرجعية بذاتها، أنا أقول كل المرجعيات. اليوم نذهب إلى النجف نجد هناك 5 مراجع محترمون، وأيضا هناك مكتب السيد الشهيد الصدر الثاني الذي حقيقة في إدارته أو مسؤول عنه سماحة السيد مقتدى الصدر. فبالتالي يجب أن يكون هذا الموقف. اليوم موضوع الربح والخسارة في المنظومة السياسية وفي الانتخابات حقيقة لا يحل المشكلة، لأنه لم نكن أمام دولة. يعني شنو الربح أو شنو الفائدة إذا أنا أستلم حكم لكن هناك القاعدة الجماهيرية أو البلد أو المواطن حقيقة مكسر؟